السلام عليكم. وأخيرا حجة، عبارة طالما كشفت موقع هذه المحافظة المنسية من اهتمام الأنظمة السابقة واللاحقة، إلا من مآس الحرب وما خلفه الانقلاب في روح هذه المحافظة الجريحة. فسنوات الحرب في حجة تتجاوز عمر الانقلاب وما دفعته من أرواح أبنائها ليس بالقليل. باب الانتهاكات ضد المدنيين يشكل بشكل عام في حجة باب يصعب درءه. فهذه المدينة التي تعد إحدى مناطق استهداف الميليشيا للتجنيد، حيث زجت بالكثير من أبنائها في معارك الحوثي، ينقسم أبناؤها في معركة واحدة لكن في صفوف مختلفة، ففيها الآلاف من أبناء المحافظة في صفوف الميليشيا، غالبية من الأطفال. لكن وفي الوقت ذاته هناك الآلاف من أبناء المحافظة في صفوف الجيش الوطني في كافة الجبهات. حجة تعيش هذه الأيام واقعا مأساويا، حيث قامت ميليشيا الحوثي بتفجير 20 منزلا وإعدام وتصفية 30 شخصية، لتصنع مجزرة جماعية كآخر جرائم طيلة 3 سنوات ونصف من الجرائم التي طالت من المدنيين منذ الانقلاب. غير أن معركة حجة مع الحوثيين تمتد لأكثر من عمر الانقلاب، ويصل لعمر تواجد الميليشيا نفسها في هذا المربع الجغرافي. اليوم ميليشيا الحوثي تقوم بتنفيذ عمليات نهب وسطو مسلح للمحال التجارية في حجة لتمويل مسلحيها، كما فرضت مبالغ مالية على أصحاب المحال التجارية لتمويل قافلة دعم المقاتلين الحوثيين في جبهات مختلفة، فيما أغلقت عددا من المراكز التجارية لرفضها دفع أتوات للحوثيين. الآن كيف يمكن تقديم الدعم والإسناد الحقوقي والقانوني للمدنيين والتغلب على حالة التعتيم الإعلامي ضدها؟ بل وما هي ممكنات الاستفادة من المناخ العام الرافض للميليشيا في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وخصوصا مع تزايد الانتهاكات لأبناء هذه المحافظة؟ نسلط الضوء اليوم على حجة وأوضاعها الأخيرة في حلقة المساء اليمني. نبدأ النقاش بعد هذا التقرير. حجة الساحة المفتوحة لجرائم ميليشيا الحوثي، ولا شهود في مسرح الجريمة التي تتم تحت عناوين كثيرة. وتوسعت رقعة الانتهاكات منذ تفكك تحالف الانقلاب بين الحوثيين والمؤتمر، وبات أعضاء المؤتمر عرضة للتنكيل الحوثي في اليمن بشكل عام وحجة بشكل خاص. لا يقتصر الأمر على الجرائم السياسية التي ترتكب بحق أبناء حجة، بل يشمل الأمر الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق الأطفال الذين تجيشهم من قرى ومديريات حجة وتدفع بهم إلى المحرقة ليعودوا إلى ذويهم جثامين محمولة على النعش، والبعض لا تعود منه سوى بعض ذكرياته وصورته المبروزة بشعار الموت. بالمقابل تتوسع في حجة الكتلة الشعبية الرافضة لميليشيا الحوثي، وينخرط أبناء حجة في صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، خصوصاً مع اقتراب المعارك من مديريات المحافظة في كل من ميدي والمديريات المتاخمة للمعارك الدائرة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي في المناطق التي تتوسط محافظتي صعدة وحجة. إرث جرائم الميليشيا في حجة مستمر ومتراكم، بدءاً بالألغام التي زرعتها الميليشيا في حجور حجة إبان ثورة الشباب السلمية، مروراً بجرائمها منذ الانقلاب والاجتياح، وصولاً إلى الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها بحق أعضاء حزب المؤتمر في المحافظة. وبحسب موقع الصحوانت، تم الكشف عن إحصائية أولية لجرائم الحوثيين ضد أبناء محافظة حجة، شملت تفجير أكثر من 20 منزلاً وتضرر 106 منازل ومحال تجارية. على صعيد الجرائم الجسيمة، أقدمت الميليشيا على إعدام وتصفية أكثر من 30 شخصاً، بينهم مشايخ وقيادات في حزب المؤتمر وأطفال، واختطاف أكثر من 150 آخرين. ويبقى السؤال، كيف يمكن تقديم الدعم والإسناد الحقوقي والقانوني للمدنيين والتغلب على حالة التعتيم الإعلامي في محافظة حجة في ظل التغييب الكلي للراصدين والإعلاميين في المحافظة التي تشهد قمعاً غير مسبوق؟ وينضم معنا في هذه الحلقة عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ هادي وردان، المحامي والناشط الحقوقي من مأرب، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ هادي وردان. مساء الخير. أهلا بك أستاذ هادي. في البداية، منذ متى وهذه المحافظة تخوض معاركها مع ميليشيا الحوثي؟ في البداية شكرا لكم أن سلطتم الضوء على محافظة حجة، وشكرا
لكم أستاذة آسيا أن فتحتم هذا الملف الهام في محافظة حجة. المعركة مع الحوثيين في محافظة حجة تعود إلى 5/5/2011، منذ أن أتت جحافل وأطقم ومدرعات قادمة من محافظة صعدة، والتي بدأت باقتحام مديرية مستبى، ثم الاقتحام وتلغيم مديرية كشر، والتي تصدى لها حينها الأبناء القبائل، وحصل الذي حصل، والذي ترتب عليه آثار كبيرة في صفوف المدنيين الذين دائما ما يكونوا ضحايا اقتحامات ومداهمات الميليشيا هم المدنيين، حيث أفرزت تلك الحرب العبثية الهمجية التي تفاجأ بها أبناء محافظة حجة، التي لا يوجد ليست أرضية أو حاضنة لميليشيا الحوثي، ولكنهم تفاجأوا بهذه المجاميع الحوثية التي قدمت من محافظة صعدة، فقد نتج عنها تضرر أعداد كبيرة من البيوت والمنازل وإغلاق أسواق، وبالإضافة إلى زرع آلاف الألغام وحالات وفاة وتشريد ومهجرين قسريا. لا زال الأعداد الكثيرة منهم مهجرين ونازحين في وادي العريض في مديرية خيران وفي حرض وفي مدينة حجة وفي بعض مناطق محافظة حجة منذ 2011 إلى الآن لم يتم معالجة أوضاعهم، ولم يتم جاء الانقلاب أضاف لهم أيضا نوع كارثة أخرى، وأصبحوا يعني في يأس من العودة إلى مناطقهم، وهذه هي يعني بداية دخول الحوثيين إلى محافظة حجة، والتي من خلالها جعلوها محطة انطلاق للاقتحام بقية مديريات المحافظة، بل والتمدد إلى صنعاء وبقية محافظات اليمن. نعم، إذا لو تحدثنا عن أبرز مظاهر المعاناة التي يشهدها أبناء حجة. أشد المعاناة وأبرزها التي تمارسها ميليشيا الحوثي وللأسف الشديد في محافظة حجة قد يكون غير ما يحصل في بقية محافظات اليمن. هناك استمرار للجمع والبطش والاعتقال والاختطاف، هناك مضايقة لحياة المدنيين، هناك تدخل في الشؤون الخاصة، في الشؤون العامة، في المعتقدات، في جميع مناحي الحياة. المدنيين يمارسوا كل شتى الانتهاكات بحق محافظة حجة. نعم، يبدو أن هناك مشكلة من المصدر. أستاذ هادي نعتذر منكم، نحن نناقش اليوم محافظة حجة واقعها المأساوي منذ قدوم الميليشيا كما تحدث الأخ هادي في 5/5/2011، وتستمر المعاناة حتى الآن. يبدو أن الأستاذ هادي عاد إلينا. نعم، إذن إلى أن يعود الأستاذ هادي نتحدث عن واقع هذه المحافظة التي شهدت هذه الأيام تفجير 20 منزل واغتيال أو تنفيذ إعدام بحق 30 شخصية في محافظة حجة. لا قانون يحكم هذه الميليشيا، وإنما كما يبدو هو قانون الغاب الذي يسيطر على الوضع هناك للأسف الشديد. نعم، إذا معنا عبر الهاتف الأستاذ هادي ناصر. إذا الأستاذ ناصر دعقين وكيل محافظة حجة من مأرب. مساء الخير أستاذ ناصر. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا أستاذ ناصر. نتحدث اليوم عن حجة التي تعيش واقعا مؤلما ربما من قبل وجود الانقلاب. ما الذي يعني تم تقديمه من قبل الإدارة المحلية والحكومة الشرعية أيضا لهذه المحافظة؟ مصدر الحوثي الإنقلابية. بطبيعة الحال حجة مرت يعني معاناة مأساوية كبيرة. نعم. أغلب المحافظ حجة أغلبهم موظفين يعتمدون على مرتباتهم، وأيضا أغلاق منفذ حرب الذي يعني منفذ تجاري بين بلدي اليمن والمملكة العربية السعودية، وذلك كان أغلب سكان هذه المحافظة يعتمدون على هذا المنفذ التجاري كثير والهام. وكذلك
يمد أقلاع محافظة حجة وتستنعر من انهيار اقتصادي كبير ومعاناة إنسانية كبيرة. ولا تنسى أن محافظة حجة لديها أكثر من 11 مديرية إلى حدود مشاكل الحرب التي دارت والتي سببها الحوثيين الذي تقدموا إلى حرب للأسف الشديد بعد أن قدمنا مناشدات كبيرة قبل أي حدوث تنشف لهذه المديرية حرب ومكتبة بكير المير وميدي وحيران. هذه المديريات كان لدينا اتفاقات على أن لا يتم التعدي عليها أو إشغال الآخرين أو الدار في قضية الحرب، وعلى أن يتم عليه كل مناصب مساعدة أو مخرجة. لكن للأسف الشديد حصل النزوح الجماعي الكبير مديرية حرب وتعداد سكانها 100,000 نسمة. بكير المير نزوح كبير، ميدي نزوح كلي. هذه المديريات نجحت بسكانها فأصبحوا لا يوجد لا مأوى ولا سكن ولا مأكل ولا مشرب. انعدام في الصحة، انعدام الأطفال أيضا حرموا كثير من الرعاية الصحية. هذه مع السلطة الشرعية تتمت هذه المرافقات إلى مراكز ويبلغون للأسف الشديد المنظمات الدولية أنه يتم فإنسان هذه المعونات الإغاثية إلى محافظة حجة الذي يتجاوز سكان أكثر من 2 مليون نسمة. لكن للأسف الشديد تم التقطع عليها من قبل الميليشيا الحوثي، استخدم هذه المعونات إلى خارج الميليشيا الحوثي ونقلها ونهبها وإيصال الجزء القليل ليس إلا إلى 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 السكان أو المحتاجين. نعم، يعني هذه المعاناة التي تحدثت عنها والتي هي من أكثر من جانب، يعني انقطاع رواتب الموظفين، إغلاق منفذ حرض والذي كان يعني منفذ تجاري أيضا أضف إلى أنه منفذ حدودي، الانهيار الاقتصادي الذي حصل للمحافظة، إضافة إلى ما تقوم به ميليشيا الحوثي من يعني تنكيل وتعذيب من يعارضها، قمع لأي يعني صوت قد يقف ضدها، كل ذلك أستاذ ناصر. وللأسف شديد حجة تعد مغيبة عن الإعلام، أين دور السلطة المحلية الحكومة الشرعية لإظهار هذه المعاناة أكثر؟ بالعكس أختي العزيزة، قامت السلطة المحلية مع بعض المنظمات الإغاثية وعملت حملات إعلامية ومناشدات دولية وإقليمية لإنجاب سكان محافظة حجة سواء الإغاثة الإنسانية أو غيرها، وتم التواصل مع وزير الإدارة المحلية مشكورا أيضا أرسل رسالات إغاثة إلى المركز الملك سلمان وأبلغونا لأن حصل هناك إرسال معونات إغاثية، وكل الذي يتسبب في حرمان أغلب سكان محافظة حجة من إيصال هذه المعونات إلى 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 كل محتاج إلى كل من يعني نزح من داره وارضه وتسبب في نهبها وضياع هذه الاموال. ولذلك المنظمات الدوليه عندما تبلغنا وتبلغ وزاره الاداره المحليه ومعالي الاخ عبد الكريم السليم محافظ المحافظه انه تم ارسال مثلا معونات اغاثيه حوالي 5,000 غذائيه، لكننا نرى عقد اتصالاتنا مع مسؤوليه السلطات المحليه في الذي اعتبرنا مع في اعضاء هم الجهاز الذي يمكن التواصل به يبلغونا انه لا توصل هذه المهونات، بل بالعكس يوصل هذه المهونات لاخذها من هذه المنظمات الاغاثيه وارسالها الى من يكاتبهم فقط ويحكم عامه الناس. بل وصل منهم الحال اليوم الى 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 ارسال ميليشيات الى كل عزله والى كل مديريه لسحب كل منه جندي او عسكري او عمل مركزي او موظف او في التربيه والتعليم، اما ان يشارك في الحرب وفي الجبهات او ان يتم فصله تماما من المرتبات. بل وصل لهم الحق ما قبل اربع ايام كانوا يتم فصله فقط استكمل يظهر عصابه متمرده واضحه. وكما قلت لك يعتمد ابناء حجه
نعم للأسف الشديد أستاذ ناصر لا أستطيع سماعك جيدا، وكذلك يبدو لي السادة المشاهدين نعتذر عن رداءة الصوت من المصدر. شكرا جزيلا أستاذ ناصر العقيل وكيل محافظة حجة، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. أعود إلى الأستاذ هادي عبر الأقمار الاصطناعية. نعم أستاذ هادي، يعني كل هذه المعاناة التي تشهدها محافظة حجة، وربما أضاف إلينا الأستاذ ناصر مسألة الانهيار الاقتصادي، مسألة إغلاق منفذ حرض والذي كان يعني معبر تجاري، أيضا أضف إلى أنه معبر حدودي كذلك، انقطاع رواتب الموظفين، ويعني كثير من المآسي تدور حول هذه المحافظة. إذا ما اتطرقنا أستاذ هادي لتجنيد الأطفال في حجة، لديكم أي إحصائيات؟ نعم، المعاناة في محافظة حجة بشكل عام، هناك تجنيد إجباري للناس، هناك إلزام المشايخ والعقال وأعضاء برلمانيين فرضوا عليهم أعداد كبيرة، وخصوصا قيادة المؤتمر، أعضاء المؤتمر الشعبي العام المنتمين لحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح. أما موضوع الأطفال فهناك حدث ولا حرج، ما يحصل في محافظة حجة هو اجتثاث لمستقبل أبناء اليمن في هذه المحافظة، هو اجتثاث للأطفال. هناك مدارس أغلقت، ما استطعنا الوصول إليه رصد ما يقارب 222 حالة طفل الذين توفوا في 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 في, في الجبهات، تم تجنيدهم وهم لا تتجاوز أعمارهم 14 من العمر. هناك أطفال لا زالوا أصبحوا معاقين، هناك أطفال فقدوا، هناك أسر فقدت أطفال، فقدوا أطفالهم، مدارس أغلقت. للأسف الشديد ما يحصل في محافظة حجة اجتثاث للأطفال ولمستقبل أبناء المحافظة في ظل الصمت الدولي، رغم أننا قد تقدمنا بمناشدة إلى المفوض السامي وإلى الأمم المتحدة بما يحصل من محافظة حجة، في محافظة حجة من قبل ميليشيا الحوثي. أنقذوا أطفال محافظة حجة. هناك تجنيد ممنهج واستقطاب للأطفال في محافظة حجة، والزج بهم في محارق الموت، في لا يمكن أن يعودوا. هناك أسر تتفاجأ بغياب ابنها، وبعد فترة يأتوها به جثة وهو عبارة عن صندوق فارغ. ما تم رصده في محافظة حجة ليس بالعدد الكثير أو بالعدد الحقيقي الموجود فعليا، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي وخلال قناتكم أن يضعوا حد لهذه الميليشيات، بأن توقف عملية تجنيد الأطفال، بأن توقف كون يعني تجنيد الأطفال يعد انتهاكا جسيما وصارخا، بل وتجاوزا للأعراف وللقيم وللاتفاقيات والمعاهدات التي تعد اليمن طرفا من أطراف الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية. الحوثيين ينتهكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما نص عليه من حقوق للطفل، ينتهكون القانون الدولي الإنساني، ينتهكون قانون حقوق الإنسان، انتهكوا العرف اليمني، انتهكوا القوانين اليمنية، قانون استخدام الأطفال في المواجهات المسلحة. لا يحق لأي طرف من الأطراف استخدام الأطفال أو استعمالهم في أي شكل من أشكال الحرب، ومن يعني يقوم بذلك يجب إحالته ومعاقبته العقوبة القانونية. ما يحصل في محافظة حجة بحق الطفولة هو يعني رقم مهدد ومخيف، يجب على المجتمع الدولي وعلى المنظمات الدولية وعلى الأمم المتحدة أن تضع حدا وأن توقف الميليشيا من هذا العبث. لازلنا إلى الآن، إلى قبل أن يعني هذه المقابلة، ونحن نستقبل حالات من 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 من, من الأطفال. نعم. تم قتلوا، حالات من الأطفال شردوا، يعني لم تعلم أسرهم إلى أين. الآن الحوثيين يمارسون اختطاف للأطفال في الطرقات وفي الأزقة وفي الشوارع ومن المدارس وعبر وفي الأسواق. يخرج الطفل لخدمة أسرته لكنه لا يعود، وهذا الذي يحصل في محافظة حجة، فضلا عن الكارثة التي سبق. نعم، لما لا يصل هذا الصوت للمجتمع الدولي أستاذ هادي؟ يعني كل هذه الأرقام والإحصائيات التي تتحدث عنها وتقول أنها لم يعني ليست كاملة أو دقيقة، يعني هل يمكن لا ننسى أن يعني إدراج ميليشيا الحوثي في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال؟ يعني قالت فقط أنه في 2018 تم قتل 83 طفل وجرح 200 تقريبا آخرين.
يعني هل هذه الأرقام معقولة تجاه ما تقوله أنت من أرقام من محافظة واحدة؟ لا أدري ما الذي ما هي مصادر الأمم المتحدة أو لجنة الخبراء والعقوبات حتى يعني حتى حصلوا على هذا الرقم في الجمهورية اليمنية. لا أدري من أين مصادرهم استسقوها يا أخي يا أختي العزيزة. ما يحصل في محافظة حجة بالذات مئات يعني نرصد عشرات الحالات شهريا، في الشهر الواحد نتلقى لا يعني من 10 إلى 15 إلى 20 حالة، في خلال العام 2017 رصدنا 170 حالة طفل ووفينا بها لجنة الخبراء بالاسم وبالصور، الصور التي يقوم بإنزالها الحوثيين في مواقعهم، بل والصور التي يتم تصوير الضحايا بأنهم شهداء وأماكن القتل في خلال العام 2017 فقط. أما في العام 2017 فقد تم رصد إلى الآن 39 حالة، وهو عدد ليس بالكافي، هناك حالات كثيرة لم نتمكن من الوصول إليها لعدم دقة المعلومات ولعدم الوصول إليها. وبالتالي فنحن نكرر ونؤكد للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة وللمفوضية السامية لحقوق الإنسان وللجنة الخبراء والمعنيين بالشأن اليمني بأن ما يصل إليكم من معلومات فهي غير صحيحة وغير وليست بالدقيقة. هناك تدليس للمعلومات التي تصل إلى الأمم المتحدة وإلى المجتمع الدولي حول الأرقام، أرقام الانتهاكات الحاصلة في محافظة حجة. نحن قد وافينا الأمم المتحدة ووافينا الجهات المعنية بما يحصل بجميع الانتهاكات في محافظة حجة وأبرزها الانتهاكات بحق الطفولة، بل وأعطيناهم بالاسم وبالصورة حتى لا يتجاهلوا المعلومات أو حتى يشككوا في معلوماتنا أو يعني يقولوا أنها أرقام خيالية أو أنها ليست بالصحيحة، أعطيناهم بالاسم وبالصورة. نعم، هناك من يقول أن هناك الكثير من أبناء هذه المحافظة انخرطوا في صفوف الميليشيا، هل من تفسير لذلك؟ لا ليس بما يقولون، لكن الميليشيا هي استغلت التحالف القديم بينها وبين حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة حجة منذ الانقلاب في عام 2014 حتى أرسلت دعائمها في المديريات وأصبحت هي بقوة قبضتها الأمنية على المديريات وعلى البيوت وعلى المدارس وعلى جميع أبناء محافظة حجة. ولا يخفى عليكم هذه المحافظة التي تكتظ بالسكان، يبلغ سكانها يزيد عن 2 مليون نسمة، تحوي يعني عدد مساحتها مساحة كبيرة، 31 مديرية فيها أعداد كبيرة من الشباب، فيها أعداد كبيرة من العاطلين، فيها أعداد من الذين عزفوا عن المدارس، أعداد كثيرة. وبالتالي الحوثيين استوعبوا هذه الأرقام وجندوهم في صفوفهم، الأعداد الأغلب منهم سقطوا في جبهات القتال. هناك أعداد ليست بما يعني يتصوره البعض أن الحوثيين أنهم يعني مجندين في صفوف الحوثيين، ليست بالأعداد الذي يعني يتم نشرها في وسائل إعلام ميليشيا الحوثي. هناك فئات، الفئة الهاشمية تم يعني إهلاكهم وتم يعني الزج بهم وبأبنائهم إلى محارق الموت. هناك أسر محدودة انقرضت، هناك بيوت أصبحت لا يوجد فيها إلا الأطفال والنساء، وهذه هي يعني الوقود التي يعتمد عليها الحوثيين في جبهاتهم. أما نعم بقية يعني أبناء محافظة حجة فهم في بيوتهم وهم ينتظرون وجود ودخول، ينتظرون بفارغ الصبر أن تأتيهم الشرعية، يأتيهم الجيش الوطني، تأتيهم الدولة. أبناء محافظة حجة هم الآن في جبهات مع الدولة في جميع جبهات الجبهات القتال مع الدولة في مأرب وفي صنعاء وفي الجوف وفي ميدي وفي حرض وفي جميع الجبهات. أبناء محافظة حجة ليسوا مع المشروع الحوثي، مشروع الموت ومشروع القتل. نعم، إذن نتحدث عن هذه النقطة وكيف يمكن استغلالها من قبل الحكومة استفادة من السخط الشعبي الموجود في حجة، ولكن اسمح لنا أن توسد المشاهدين للذهاب لهذا الفاصل القصير.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ هادي. استاذ هادي، كنت تتحدث عن كيف ان ابناء حجه ينتظرون بفارغ الصبر الشرعيه لتاتي لتخلصهم مما يعيشون فيه، واود ان اسالك كيف يمكن للحكومه الشرعيه الاستفاده من هذا السخط الشعبي على الميليشيا في حجه وفي غيرها. يمكن للحكومه ان تستفيد من السخط الشعبي الموجود، لان السخط الشعبي هو نتاج تراكمات من الاخطاء، من الممارسات التي صنعتها ميليشيا الحوثي، مضايقات على الناس في بيوتهم، في طرقاتهم، في مزارعهم، في مساجدهم، في جميع مناحي الحياه. اصبحوا الناس في سخط لا يكاد يتصوره احد. الناس اصبحوا في ينتظرون كما ذكرنا لكم بفارغ الصبر وصول الشرعيه، وبالتالي يتوجب على الدوله وعلى الشرعيه وعلى قياده الدوله ممثله بفخامه الاخ رئيس الجمهوريه وبالتحالف العربي بقياده المملكه العربيه السعوديه سرعه الحسم حتى الناس يجدون المتنفس الذي يمكن ان ياوون اليه في حاله اقتراب الجيش الوطني اليهم. سيجدون الناس يفتحون صدورهم قبل ان يفتحوا مناطقهم وبيوتهم لاستقبال الدوله. انا لا اعني هنا ان الناس يعني يريدون استمرار الحرب، الناس يتطلعون الى الدوله، يتطلعون الى الحياه. ابناء محافظه حجه اصبحوا يعني من خلال ما مارسته ميليشيا الحوثي عليهم من انتهاكات ومن ممارسات ومن نقاط تفتيش ومن نهب ومن جبايات ويعني هكذا بشكل دوري، عباره عن حولوا الناس الى مصدر للاسترقاق وللنهب. اصبح المواطن في محافظه حجه يتمنى ان تصل اليه الدوله. يجب على الدوله ان تستغل هذا السخط الشعبي وان تسارع وان تعد العده وان يعني تسارع في تحرير محافظه حجه. هذه هي ليست من الصعوبه. لا يجد الحوثي من القوه سوى الصفوف الاماميه او القوة الذي يضعها في اطراف مديريه حيران او في بعض حدود حرض، وبالتالي اذا تم كسر هذه القوه لا يمكن ان يتوقف الجيش الا في وسط مدينه حجه. لا يوجد هناك حاضنه للحوثيين سوى بعض الاسر التي اصبحت اهداف لطيران التحالف، وانتهت كثير من 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 من, من الاسر لم يحافظوا على على على, على التركه البشريه. الحوثيين كل من والاهم، كل من وقف بصفهم، كل من فتح لهم داره اصبح داره ركام، لانهم لا يحافظون على الاعداد البشريه. وبالتالي الدوله هي المسؤوله، الدوله هي المسؤوله عن توفير الحمايه واعاده الامن والسلام واعاده الحياه الطبيعيه للناس. يجب على 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 على, 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 على الجيش وعلى المنطقه الخامسه وعلى الدوله وعلى رئيس الجمهوريه سرعه الحسم لمحافظه حجه. محافظه حجه لا تحتاج الى 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 ان يتم تغطيتها بجبهات من جميع المجالات. مديريات محافظه حجه تحكمها طرق شريان، اذا تم سيطره الدوله عليها ووصول الدوله الى مديريه عبس ستسقط نصف المحافظه، وبالتالي سيتم من السهوله دخول الدوله الى مركز محافظه حجه. نحن من هنا نؤكد لقياده الشرعيه وللدوله بأن الحوثيين في تكهكر، الحوثيين في انهيار، الحوثيين كلما اشتد الخناق عليهم في جبهة من الجبهات استدعوا مقاتليهم من الجبهات الأخرى ومن محافظات البيضة ومن الحديدة ليواجهوا بهم الجيش الوطني في ميدي أو في حرض حتى يعني يكسروا تقدمات الجيش. الحوثيين يعتمدون في 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 حربهم على زراعة آلاف الألغام. لقد فخخوا مديرية ميدي ومديرية حيران ومديرية حرض، الآن أصبحت هذه المديريات أصبحت لا يمكن حتى وإن تم تحريرها ستكون هناك معضلة، وهي الألغام التي زرعها الحوثيين بالآلاف تجاوزت الحد المعقول. هذه لا تستطيع على نزعها وعلى إزالتها إلا الدولة بقوة الدولة من خلال فرق نزع الألغام حتى يستطيع المواطنين العودة إلى ديارهم بأمان وبسلام. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ هادي أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ كمال قدمي، مسؤول الإغاثة في محافظة حجة من الرياض. مساء الخير أستاذ كمال. مساء النور، أهلا وسهلا بكم أختي الكريمة. أهلا بك أستاذ كمال. لو تحدثنا عن أبرز الاحتياجات
الإغاثية لأبناء حجة بشكل أساسي؟ نعم، من المعلوم أختي الكريمة أن محافظة حجة من أشد المحافظات التي تأثرت بالأحداث الأخيرة نتيجة موجة النزوح الكبيرة التي حصلت في المحافظة. محافظة حجة كانت هي المستقبلة في قبل ما قبل 2011 للنازحين القادمين من محافظة صعدة من خلال الحروب الستة الماضية، ونزحت آلاف الأسر خاصة إلى مديرية حرب. ثم لما بدأت الأحداث بعد بداية عاصفة الحزم أتت موجة النزوح الثانية الخاصة بأبناء محافظة حجة. قبلها كان كذلك النزوح نتيجة المواجهات في مديرية كشر بين القبائل وبين الحوثيين التي استمرت من 2011 إلى دخول الحوثيين صنعاء. ثم أتت الموجة الثالثة التي بعد عاصفة الحزم. نحن نتكلم اليوم كما هي تقارير المنظمات الدولية عن أكثر من 600,000 نازح من أبناء محافظة حجة نزحوا خاصة من المديريات التهامية والمديريات الحدودية بالذات. خمس مديريات بالكامل تكاد تكون شبه معدوم السكان فيها حاليا. مديرية ميدي حررت مؤخرا لكن لم يعد فيها سكان. مديرية حرض على وشك التحرير كما نسمع لكن لا يوجد فيها سكان حاليا. مديرية حيران، مديرية مصبة، مديرية بكير المير، مديريات بأكملها صارت فارغة، سكانها انتقلوا إلى المديريات التي تليها، نزحوا إلى الجبال، نزحوا إلى بعض المديريات في محافظة الحديدة القريبة. الأحداث الأخيرة التي جرت في الحديدة زادت الطين بلة كذلك، فالوضع مأساوي. بالنسبة للاحتياجات هناك احتياجات في الجانب الصحي، كثير من الأوبئة والأمراض انتشرت في المحافظة نتيجة عدم توفر مياه الشرب، خاصة الملاريا والحميات، حمى الظنك وما إلى ذلك. أمراض سوء التغذية من الأمراض كذلك المنتشرة بشكل كبير جدا. الاحتياج قائم كذلك بشكل كبير للسلال الغذائية، المواد الغذائية، كذلك الإيواء. نتكلم عن أكثر من 600,000 نازح لكن لا يوجد للأسف مخيم واحد يستوعب هؤلاء، حتى مخيم واحد لا يوجد، مخيم رسمي مرتب ترعاها المنظمات، منظمة الأمم المتحدة أو أي منظمة من منظمات المجتمع المدني. كل النازحين متناثرين في الوديان، في الجبال، في أماكن مشتتة. نعم، يعني بعد هذه المحافظات المحررة التي قلت وأصبحت خالية من السكان، وأيضا يعني ما حدث من نزوح إضافي من محافظة الحديدة، كيف بالإمكان تحقيق إسناد إغاثي لأبناء حجة وطريقة إيصالها إليهم؟ ألا يستفاد من هذه المحافظات المحررة؟ المحافظات المحررة يعني عفوا المديريات، نعم المديريات المحررة في جانب الإغاثة حاليا لا يمكن إجراء إغاثة في هذه المديريات حاليا لأنه لا يوجد فيها سكان. هذا الحقيقة والواقع موجود حاليا، يعني لا يوجد فيها سكان، لكن في الإمكان أن يغاث هؤلاء الناس بأكثر من طريقة في مناطق تواجدهم، سواء المتواجدين في، يعني هناك موجة أعداد كبيرة من النازحين موجودين في مديرية عبس وفي خيران المحرق وفي مديرية كشر، وأعداد كبيرة كانت موجودة في مدينة حجة، أعداد كبيرة في المديريات الجبلية بشكل عام، أعداد كبيرة من النازحين موجودين كذلك في محافظة مأرب، محافظة حضرموت. فهؤلاء كلهم للأسف حتى هؤلاء لم يجدوا حقهم من الرعاية، يعني حتى 20-30% من الرعاية لم يجدوها. في الإمكان إيصال المساعدة حتى للمناطق التي تتواجد لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، هناك أكثر من طريقة لإيصال المساعدات إليهم. هل تتم إيصال المساعدات؟ يعني هل يوجد نشاط إغاثي الآن في حجة؟ يوجد نشاط إغاثي، يوجد، وإن كان هناك اعتداءات من قبل الميليشيات على فرق الإغاثة، لكن يوجد. مركز المسؤول الملك سلمان مؤخرا في الفترة ما قبل تقريبا يعني 4 أشهر انتهى من توزيع قرابة 40,000 سلة في لأبناء محافظة حجة في الداخل في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين. استطاعوا أن يوزعوا بطريقة أو بأخرى. كثير من المنظمات
والجمعيات كذلك تزال موجودة وتعمل، وإن كان هناك اعتداءات وإن كان هناك بعض العاملين في المجال الغاشي يتم الاعتداء عليهم، بعضهم معتقلين، لكن لا يمكن أن تتوقف عجلة الحياة ولا يمكن أن تتوقف عجلة إغاثة الناس. هذا مجال من المجالات التي يجب أن يناظر الناس حتى يصمد الناس، يناظروا من أجل بقائها. فهناك أكثر من طريقة، من يعني من المنظمة الصادقة في إيصال المساعدات إلى الناس تستطيع أن تجد أكثر من طريقة، ونحن على استعداد أن نيسر لأي جهة كانت إذا لم تجد طريقة لإيصال المساعدات أن نيسر لهم وننسق لهم إيصال المساعدات إلى أي مديرية كانت في محافظة حجة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ كمال قدمي مسؤول إغاثة في محافظة حجة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وعودة إليك أستاذ هاني. أستاذ هاني، يعني نود أن نتساءل عن الحضور الإعلامي الضعيف لحجة وقضاياها والجرائم التي تحصل لها أيضا، ما هو تفسيرك له؟ نعم، الحضور الإعلامي وحضور الحقوقي والمنظمات طبعا هناك يعود السبب الرئيسي هو للقبضة الأمنية التي تبسطها ميليشيا الحوثي على جميع مديريات المحافظة، حيث بدأت في بدايتها باعتقال الناشطين والمضايقات وإغلاق مقرات الصحف والمقرات السياسية وملاحقة الناشطين من الأحزاب السياسية الأخرى. كان آخر تلك الحملات هم الناشطين التابعين للمؤتمر الشعبي العام وما تبعها وما نتج عنها من أحداث 2 ديسمبر 2017 بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. الحوثيين أصبحوا ينتشرون بشكل مخابراتي في المديريات وفي القرى وفي جميع الأماكن لرصد كل من ينشط وكل من يتابعهم، لكن مع هذا كله فهناك أعين تراقب وترصد كل الانتهاكات. الجانب الحقوقي موجود وحاضر في جميع المديريات، وهناك رصد الحالات لحالات حقوق الإنسان بشكل عام وبشكل يومي وبشكل حتى على مستوى الساعة. الحوثيين يمارسون الانتهاكات أصبحت بالعلن، لم يعد هناك ما هو خافي. وسائل الوصول إلى 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 مديريات محافظة حجة لم يعد هناك بالصعب ولم يعد هناك أي صعوبة من خلال الوسائل الحديثة التي استطاع التي يمكن الوصول إليها إعلاميا أو حتى حقوقيا. لدينا راصدين في جميع مديريات محافظة حجة يرصدون ويتابعون ويحققون ويجمعوا المعلومات وسمع شهادات الضحايا من جميع الضحايا الذي تم يعني تعرضوا للانتهاكات من قبل الحوثيين. لدينا في محافظة حجة من تعرضوا للاعتقال ما يقرب من 2700 مدني تم اعتقالهم، منهم أعداد يزيدون عن 320 إلى 310 تتفاوت هذه الأرقام، لا زالوا يقبعون خلف السجون والمعتقلات. هناك 7 حالات توفوا تحت التعذيب، هناك حالات كثيرة منها يعني بما فيها حالات الأطفال، بيوت فجرت من قيادة المؤتمر الشعبي العام، وكما ذكرتموها في بداية الحلقة 20 منزل تابع للمؤتمر الشعبي العام، في منطقة بني سرع 13 منزل و7 منازل تابعة للقيادي القبلي الشيخ الزرقة المؤتمري، الذي كان هو عبارة عن منزل واحد لكنه منزل كبير فيه تسكنه أكثر من 7 أسر، وهذه كلها يعني أسر تابعة مدنيين تم تفجير منازلهم. هناك نهب محلات تجارية، هناك نهب مقرات، مضايقات يتم رصدها ومتابعتها، ولا يوجد هناك أي عائق أمام الوصول إلى تلك الانتهاكات. ما يعيقنا هو الاهتمام من قبل وسائل الإعلام المركزية ووسائل الإعلام المختلفة التي لم تعطي محافظة حجة حقها كونها واقعة في فم هذه الميليشيات تمارس عليها كل وسائل الانتهاكات بجميع الطرق المختلفة. هناك مضايقات للحياة بشكل عام، الحوثيين لم يتركوا شيء إلا وانتهكوه في محافظة حجة، وهناك تغييب يعني إعلامي للأسف الشديد، سواء الإعلام المحلي أو الإعلام الرسمي أو الإعلام الحر. هل يتم إيصال هذه التقارير وهذه الأعمال التي يعني تحصر كل هذه الانتهاكات التي تتحدث عنها، هل يتم إيصالها للمجتمع الدولي، لمجلس حقوق الإنسان، للحكومة الشرعية لتكون ملف للضغط على الميليشيا، لأكثر من جهة، هل تحاولون عمل ذلك؟
نعم نحن نقدم تقاريرنا بشكل دوري شهري بشكل شهري بشكل ربعي عبر المؤسسات الحقوقية المدنية عبر اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. يتم رصد الحالات وأرشفتها وجمع ملفات بجميع حالات الضحايا. يتم موافاة وزارة حقوق الإنسان، يتم موافاتهم شهريا بجميع الانتهاكات. يتم موافاة لجنة الخبراء في المجتمع الدولي وبقية والمفوضية السامية والأمم المتحدة. لدينا قنوات مع جميع وسائل المعنية بالشأن الإنساني وبشأن حقوق الإنسان في جميع العالم. نوافيهم بكل الانتهاكات بمرفقة بجميع الوثائق والشهادات المؤيدة لتلك لصحة المعلومات التي نقدمها إليهم. بالإضافة إلى أننا نقدم تقرير لوسائل الإعلام ويتم نشره في جميع وسائل الإعلام، إلا أنه لا يعطى حق من الاهتمام نظرا لانشغالهم بالأحداث المتسارعة التي تأتي أو تحول عن عدم الوصول إلى مناقشة ونشر الحالات الحاصلة في محافظة حجة، بالإضافة إلى تواتر الانتهاكات التي لم يعد لوسائل الإعلام بماذا ستبدأ، بحالات التعذيب التي تتكرر شهريا في السجون، أم بحالات تجنيد الأطفال، أم بحالات يعني التجنيد الإجباري. هناك حالات كثيرة في محافظة حجة. حولوا الآن المجمع الحكومي الذي هو مبنى محافظة حجة إلى ثلاجة، إلى مستشفى يأوون فيه جثث الحوثيين التي تأتي من جبهات القتال. من أصبحت محافظة حجة عبارة عن مقبرة حولها الحوثيين أو محرقة لدفن أبناء هذه المحافظة البريئة المسالمة المتطلعة للأمان والسلام والاستقرار. نعم، إذا يعني أستاذ، إذا أردنا أن نوجز ما هي أهم يعني طلبات محافظة حجة من الحكومة الشرعية لمحاولة تخليصها من هذا الكابوس الجاثم على صدرها وإيصال صوتها أيضا للمجتمع الدولي؟ الأهم ما يمكن احتياجات المحافظة بشكل إنساني وبشكل مستعجل كما ذكره ضيفكم الكريم الشيخ كمال مسؤول الإغاثة في محافظة حجة، أنها بحاجة إلى إغاثة إنسانية. هناك مجاعة تجتاث أبناء محافظة حجة، هناك ناس يموتون من الجوع، من الفاقة، من الحاجة. وللأسف الشديد الإغاثة التي تأتي عبر المنظمات المعروفة وعبر الأمم المتحدة يتم مساطرتها من قبل الحوثيين وبيعها، بل وتوزيعها بشكل عنصري ومناطقي وفئوي للأسف الشديد. بينما هناك حالات وعدد حالات كثيرة من الأسر محرومة من هذا الخير ومن هذه الإغاثات ومن هذه العاشات. ما يتوجب بشكل مستعجل وبشكل عاجل من السلطات الرسمية ممثلة بالأخ محافظ المحافظة ووكلاء المحافظة ولجنة الإغاثة هو البحث عن وسائل لكيفية بديلة لكيفية الوصول إلى عدد من أبناء محافظة حجة. هناك عدة وسائل رغم القبضة الأمنية، إلا أن الوسائل مفتوحة ومتاحة. هذا ما يتعلق بجانب الإغاثي، وهو ما يمكن وهو ما يتطلع إليه أو الذي هو بشكل عاجل، إغاثة صحية، إغاثة من الطعام ومن المواد الإغاثية التي تعين الناس على 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 الحياة. ما يتطلع إليه أبناء محافظة أو ما يحتاجوه أبناء محافظة بشكل عاجل وهو سرعة الحسم وسرعة المضي قدما. التضحيات في مكان واحد لا تزيد الحوثيين إلا قوة وتمترس. كلما استمر بقى الجيش الوطني في مترس أو في مكان واحد في أطراف مديرية حيران أو في مثلث عاهم أو في أطراف مديرية حرض، هو كلما جعل الحوثيين أن يستبوا وأن يضللوا على الناس بأنهم لا يمكن أن لا توجد قوة تجتثهم وأنهم سيكونوا قوة جبارة وهم لا يعني هم ليسوا كما يتصور البعض وليسوا كما يصورون. نتمنى أن تصل رسالتك هذه أستاذ هادي إلى الجهات المعنية مثلا بالحكومة الشرعية. شكرا جزيلا لك هادي وردان، المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.